كيف وضعه يام هلأ؟ أكيد عم تعمل مشاكل. الله يستر، أصلاً وجود هيام هو بحد ذاته مشكلة. صار لها كم يوم ما بينت، بس هدوءها هاد مو لخير أبداً. عم تضل حابسة حالها بجناحها. الله وحده بيعرف شو عم يدور براسها. كل شي رح يبين. نحن ما لازم نستنى المصيبة لتوقع، ضروري شوفها ووقفها عند حدها. أنا رح روح لعندها وحاكيها. لا تاكلي هم بنوب. اليوم كنت ناوية روح زورها لأني مشتاقة كتير للولاد. أنا كتير مبسوطة، صار لي وقت كتير ما شفتك مولاي. قليلي، قدرتي تتعودي على القصر؟ مع أنه في كل شي جديد، بس أنا مولاي تألمت كتير شغلات وبسرعة. يعني تعودتي، لأنه بيهمني تكوني مرتاحة ومبسوطة. حراس، ضلوا هون. سلطانة؟ شو؟ وئام عمل يلي طلبته منه؟ وئام كان مشغول سلطانة، بعتني بداله. لا تاكلي هم، أنا تصرفت، بس أنا مو متأكدة إذا رح تموت. إن شاء الله بتزبط ومنخلص منه. سلطانة؟ هيام؟ لشو حابسة حالك بجناحك؟ هون أريح لي، كتير عم انزعج من يلي عم شوفه برا. كل هالشي لأنه إيزابيل إجت على القصر؟ يا حراس، الأميرة وقعت على الحصان، جيبوا الحكيمة. أنا صرت أعرفك كتير منيح هيام، وبعرف كمان شو ناوية تساوي. لازم تهدي شوي، وإلا بالأخير أنت رح تخسري. أنا حكيت مع إبراهيم بالموضوع، قال لي هي هون لشأن من شؤون الدولة، يعني بالآخر رح تروح. شأن دولة؟ وشو دخل الدولة بالحرم لك؟ أو حتى العيلة؟ هي كانت معه بالخلوة، شلون بدك يعني استوعب يا سلطانة إنه هذا شأن من شؤون الدولة؟ حتى لو كان هيك، مولاي هو أخذ القرار بنفسه، وإنتي مجبورة تحترمي قرار السلطان لو شو ما صار، وإلا ما بتعرفي شو حيكون مصيرك. هيام، ما شفتي شو صار مع ناهد دوران؟ أنا كتير بتشكرك على اهتمامك، بس لا تخافي علي، أنا بعرف منيح كيف رح أتصرف. إن شاء الله إن شاء الله يكون هيك. لك هي شو مفكرت اللي حالة يعني؟ من كل عقلة جاية تنصحني؟ أصلاً هي طول عمرها لعبة بإيديهم، مغفلة. يا سنبو الخير، شوفي الأميرة وقعت من على ظهر الحصان، ابعتوا ورا الحكيمة بسرعة. تكون ويام خير مصابتها بالعين. سكتي انتي وياها، جنان روحي جيبي الحكيمة لهون بسرعة. يا
انت شو عدتني يا ماما؟ حلو ما هيك؟ حلو كتير. سلطانة البشارة أسماء دخلي مريم لجوا. شو معدت؟ لسه بس وضعي يا سلطانة ما بيطمن، شكلها أكلة وقعة كتير قوية، فوتوه على القصر محمولة. إن شاء الله ما بتقوم. برنسيسا كومو أكايدو دي لك بايو أسي كارمينيا نوسيكي أبيسادو مي إسبالدا مي دويلي ميوتشو. سلامتك يا أميرة، موجوعة كتير مو هي؟ هالحكي هلأ ما له داعي أبداً. إيش شو حكيت عمو هسيا؟ ست فريال، إبراهيم باشا بده إياكي هلأ. بده ياني؟ ليش لساتك واقفة؟ يلا تحركي. حضرة الباشا، انت مو على اساس تحمي الأميرة يا ست فريال؟ انا ما لي ذنب بنوبي يا باشا، هي الحالة وقعت. الأميرة طول عمرها بتركب على حصان ومستحيل توقع، بس بجوز في حدا بده اياها توقع عن الحصان وتموت. اذا بتقصد السلطانة هيام، انا ما لي خبر بنوب، ولو هي ساوتك انت عرفت. بما انه يام حمتك وخلتك هون، انت هلأ مديوني لإلها، شو بدك تعملي حتى تردي هالمعروف؟ هي طلبت مني انه ساعدها مشان نتخلص من الأميرة، بس مستحيل اعمل هالشي لأنه أنا ما فيني خونك ولا خون السلطان لو شو ما صار. لا فيكي تخونينا يا ست فريال، بدك تساعديها باشا. إذا الأميرة سممت وماتت هيك فجأة، وقت أميرة يتهموا مين عدوتها الوحيدة بالقصر؟ السلطانة هيام، مو ظابطة هالفكرة، مستحيل تعملها. هي ما رح تسممها لأنه بتعرف إنه رح يتهموها، والسلطانة هيام أذكى من هيك بكتير. هيك رأيك؟ أنا برأيي كل شي فيه له حل ست فريال. بدي أقول لك شغلة، الذكي دائما في أذكى منه. خبروني إنك وقعتي يا إيزابيل. يا حرام، موجوعة؟
سلامتك. طلعي من هون كارمينيا. عاد ولا شي، بكره رح تشوفي العذاب عاصوله. صدقيني والله لا تشتهي الموت يا أميرة. سلطانة، قالوا لي إنها وقعت، قلت بزورة، اهتموا فيها للطيب بسرعة. يا أميرة، مولاتي السلطانة زعلت كتير وبتقلك سلامتك، وخلي هي معك على طول لأنها بتحميكي من عيون الناس والحساد. سلطانة، كنت عم دور عليكي. ليش شو صار؟ الأميرة وقعت اليوم. قالوا لي يا حرام، مو قدرانة تقوم. إبراهيم باشا شاكك إنه أنت ورا هالشغلة هي، ما ترك حدا ما حقق معه حتى معي، بس أنا قلت له مو أنت. مو مهم يصدق، أصلاً ما عنده دليل ضدي. الوقعة على حصان ما بتموت. إذا لساتك مصرة تقتليها، شوف لك طريقة تانية. معناته قررتي تساعديني. إيه تعي معي. نيلوفر، قومي وخدي الأولاد لجوا. شو هي الطريقة التانية؟ أنا شلون فيني أتخلص منها؟ إنه نموتها وبالسر. بعرف بالسم، بس بهالوقت مو صح. بعد ما جابوها على الحرم لك رح يتهموني لإلي. سلطانة، مو بالسم، بشي تاني. رح تموت من الوباء اللي منتشر. من الوباء؟ كيف؟ منجيب قطعة قماش عليها دم مريض من اللي عايشين بالحجر الصحي، وبعدين منروح منحطها على جرح الأميرة، وبعد أقل من أسبوع أكيد راح تموت. كتير منيح. ولا قلك بجوز إيزابيل تعدي السلطان سليمان بالمرض. تعرفي هي عم تروح لعنده. طمني سلطانة، راح نجيب الحكيمة تفحصها، وبعد ما تقلن هي شو مرضها أكيد راح يحطوها بالحجر الصحي. شو حبيتها لهالفكرة؟ هيك ما حدا بيشك فيني أبدا. ناس كتير عم تموت بهالمرض، ويمكن تكون منهم. حلو كتير. برافو يا فريال. أنا وأنتي هلأ كتير منشبه بعض. أنتي مثلي يا ألفة، دفنتي ابنك بإيدك. ما بعرف إذا بيجي يوم وبصير أم. لا تقولي هيك يا سلطانة، لساتك بأول شبابك. بعدين إبراهيم باشا كتير بيحبك، والشغلة ما بدها تفكير. حاولي تحملي، وبعد ما تشوفي مولودك بحضنك وقتها رح تنسي كل هالمشاكل.
ما أنا عم فكر بهذا الموضوع. بس ما بعرف شو الحل. عم فكر جيب هداك الزلمة لهون. عرفتي مين؟ مين هاد؟ المنجم يعقوب أفندي. سلطانة أنتي، بصراحة أنا بحاجة شخص يطمني إنه كل شي رح يكون منيح. والله أنا خايفة من المستقبل. صدقيني الأمور رح تكون بخير. سلطانة أوعك تجيبي يعقوب أفندي لهون. أهلين يا باشا. شلون خطتنا ماشية؟ كله ماشي تمام. هي صدقتني ورح تساوي مثل ما قلت لها. ممتاز. من بكرة أنا بجيب لك قنينة سم خبيها بمكان ما حدا يوصل له، وبعدها أنت بتعرفي شو بدك تساوي، وإذا بتغلطي أي غلطة حتكوني حفرتي قبرك بإيدك. فهمتي علي؟ فيك توثق فيني يا باشا ورح تتنفذ كل أوامرك. هاي منيح منيح. مينوس مالكي لاكوسا تيرمينوس أسي ديوس كيكويدو. جلالة السلطان سليمان المعظم. لا تقومي، خليكي مرتاحة. حكيت مع الحكيمة وطمنتني على وضعك. إن شاء الله بوقت قريب رح تطيبي وترجع منيحة. هون أنتو بتقولوا عينو صابتني. صابوكي بالعين؟ هاي أعطتني إياها السلطانة الأم، قال مشان تحميني من العين الحسودة. بيقولوا هيك شغلات بتحمي من العين، بس انت كمان لازم تديري بالك. السلطانة هيام ما حابه تشوفني، اجت لعندي وهددتني كمان وقالت لازم روح، وكمان منقت الأولاد يحكوا معي. معقول هيك؟ أنا خايفة تساوي لي شي. لا تشغلي بالك فيها هويام، هيك عم تساوي من غيرتها منك. دستور مولاي جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي طمنيني، كيفن الأولاد؟ مناح. وضعك مو عاجبني يا هيام، وهالحالة ما بتليق بالمرة بالسلطانة هيام. مانك ملاحظة انك عم تكبري موضوع إيزابيل؟ ليش رحتي لعندها؟ بعدين معقول تمنعي الولاد انهم يحكوا معها؟ يعني خلص انت اعلنتي عليها الحرب. ما بدي تقرب هي المرة من اولادي ولا حتى تحكي معهم، لانه هي المرة من اليوم صارت عدوتي. معناتها لازم ناهد دوران كمان تعاملك بهي الطريقة. ما بيصير هيك. لا تجني،
حتكون آخر مرة بنبهك فيها. وحدة على فرشتها ونزلوا البرادي. لك ابني شو انت نايم على الواقف؟ شو عم يصير هون؟ لسه ما نمتوا؟ يلا تعرفي يا ست فريال انت صبية بتاخدي العقل. شو هالكلام هاد يا وئام؟ السلطانة وئام حكت لي عن الموضوع. بتعرفي قديش هالمهمة حتكون خطيرة؟ إذا بدك أنا بزبطها. مستحيل، أصلاً أنا وياك العين علينا، وإذا انكشفنا والله منروح فيها نحن الاثنين. أنا عم أحكي لمصلحتك، خليك بعيد عن الموضوع، اتركها علي. كملي سلطانة كملي. القوس اسحبيه هيك ورجعي. حلو كتير. ايه على مهلك. تمام هيك. أيوة. برافو. حلو كتير. مثلاً إذا لا قدر الله ما مكتوب لي جيب لك أولاد، رح تضلك بتحبني؟ شو مناسبة السؤال هاد؟ بدي تجاوبني هلأ لو سمحت. سلطانتي رح ضل حبك لو شو ما صار يصير. لازم تكوني متأكدة من هالشي. الظاهر إنك كنت كتير بتحبها. أول ما شفتها وقعت بحب لهالبنت، بس مع الأسف الموت سرقها مني. حسيت وقتها قديش الإنسان كائن ضعيف وما بيقدر يغير القدر. تخيل يا أخي إنك تلتقي ببنت مثل الملاك وتحبها من كل قلبك وفجأة تموت بين إيديك. تزوجتها المساء ودفنتها الصبح. معقول هيك؟ مو حرام هالشي؟ لا تقول هيك بالي، هي إرادة رب العالمين، الله يرحمها ويغفر لها.
آمين. يلا قوم، نحن صار لازم نمشي. أنت خبرتها؟ شو بدي أعمل؟ قال هي إنها مصرة تشوفك. ما بتعرف قديش صار لي عم استناك. شو ما اشتقت لي؟ يسعد صباحك يا باشا. أهلين يا نصوح، يلا خلينا نروح. في أخبار من بالي بيك يا باشا؟ لسه ما في شيء. بصراحة اشتقت له يا باشا، أنا وبالي بيك قضينا أيام حلوة مع بعض. هيك لكان. علاقتي مع بالي بيك ما كانت بس علاقة شغل يا باشا. والله كنا مثل الإخوة. وهلأ صفيان لحالي. أنا بنصحك والله أنك تتعود على الوضع يا نصوح، لأنه بالآخر بس تخلص مهمة بالي بيك رح يرجع على بلده. فكرت انك ما رح ترجع مره تانية، بس خلص رجعت لي وهلا انت معي. شوفي انت اجيت مشاني ما هيك؟ انا جاي لهون بمهمه، يعني عندي شغل وبدي اروح على بودين وبعدها رح ارجع على العاصمه. كيف؟ معقول تبقى هنيك يعني؟ طيب إذا هيك ليش ما بروح معك؟ ما بقدر أخذك معي. أنا ما بدي إياكي تستنيني. صدقيني هيك بيكون أحسن. فهمني ليش هيك عم تقول؟ ليش عم تبعدني عنك؟ اسمعيني منيح. مظبوط أنا بعرفك من مدة طويلة، بس أنا ما وعدتك بأي شيء أبداً. روحي شوفي حياتك ولاقي شاب منيح وتزوجي. أنت بنت حلوة وألف شاب بيتمنى يرتبط فيك. ما بدي أكذب عليك. سلطانة، وصلت الأولاد على الدرس. منيح. بدي تروحي تجيبي الخرقة الملوتة بالدم. رح روح فورا. بس انتبهي كتير منيح، وأوعك تلمسي شي بإيدك، مفهوم؟ وحاولي تمسكيها بأي شي، مو رايدة تنعدي. انت كوني مطمنة. يلا روحي جيبيها. خير يا باشا، كيف اجى على بالك تلعب اليوم هاللعبة؟ حضرة الباشا، جبت لجنابك العصير. انتبهي منيح، هالسم كتير قوي. حاولي تنهي الليلة هالموضوع.
جهز لي حالك يا نصوح، راح ورجيك اللعب على أصوله. سكروا الباب وتعالوا معي. توجعني كتير، كأنه ما قام تتحسن. اليوم حجرب دواء جديد. الحمد لله على السلامة يا أميرة. مصطفى، سلطانة، أهلا وسهلا. مصطفى، وقت خبروا شو صار معك زعل كتير، مشان هيك حاب يجي ويطمن عليكي. لأنه مصطفى ولد كويس. شكرا كتير إلك. هذا واجبنا. بستأذن يا أميرة. أميرة، شلون وقعتي عن الحصان؟ أنا بركب حصان من زمان، وهي أول مرة بوقع، ما بعرف كيف صار. بس ما تكون الشغلة عن قصد. أميرة إيزابيل، مو قصدي إني خوفك، بس لازم تكوني حذرة من هيام ومنتبهة. هاي المرة شو بدها مني؟ كلياتنا عم ينبهوني منها، هاي واحدة كتير خطيرة. ليش الكلب يخاف منها؟ أنت عاملة معك شي؟ يلا شو ما في حملة قريبة يا باشا؟ في شو بالظاهر؟ اشتقت لضرب السيوف؟ اي والله يا باشا. حابب سجل نصر بالتاريخ لجلالة السلطان بسيفي. شو قلت؟ السلطان سليمان المعظم يا باشا. قصدي إنه بسيوفنا رح نسجل بالتاريخ اسمه للسلطان سليمان، مشان التاريخ على طول يتذكر انتصاراته وكل الناس رح يتذكروها. اسمه للسلطان رح يبقى على طول مثل كل العظماء. أكيد، وأنا رح يتذكرني التاريخ ولا لا يا نصوح؟ رح يتذكرني التاريخ ولا لا يا نصوح؟ أعيدي يا باشا، أنا بدي التاريخ يتذكر بطولاتي. لازم يخلد اسمي، عم تفهم؟ أنا إبراهيم باشا. شو؟ إبراهيم مولاي، كنا أنا ونصوح عم نلعب. رح ألعب أنا وياك.
جنان خانم، مور، جبت لك الأغراض اللي كنتي موصيتيني عليهم من قبل. بتمنى أنك ما تأخذيني لأني تأخرت عليكي. تفضلي، وبتمنى أنهم يعجبوكي. سنبل آغا أكيد رح يعجبوني كتير. الله، شوفي شغلك، يلا تحركي شوفي شغلك. نيلوفر خانوم، خير؟ شبكي؟ حموت من البرد، شو صاير لي؟ ما بعرف. يي علي، مبين وضعك مو منيح بنوب. بسيطة، انت لا تشغل بالك، بس دفي حالي رح صير منيحة. ايه يلا روحي. بالإذن. يا ما شاء الله، هالصبية بتمشي كأنها غزال وشارد، الله يحميها. واحد الثالثة. إذا بدك بنوقف. لا يا مولاي، أنا منيح منيح. التاريخ ما بيرحم يا إبراهيم، مفروض تتدرب أكتر من هيك. أنا كنت دبرتها يا سلطانة، يا ريتك لو ما بعتي نيلوفر. لا تشغلي بالك، نيلوفر تعرف شغلها. عم قول هيك لأن قريبة من الولاد، ولا سمح الله ممكن ينعدوا. أخذنا احتياطاتنا، كله مرتب. أي شو عملتي؟ اطمني يا سلطانة، دبرت الموضوع. ليش ما بدلتي ثيابك؟ أنا تحممت وغيرتهم كلهم. منيح. طيب وين خبيتيهم؟ خبيتهم بالمغاسل. تمام، وهلأ خلص تركي الباقي علي. أنا الليلة رح كون سهرانة عند السلطانة الأم، مشان ما يشكوا فيني رح أروح أسهر عندها اليوم. سنبول على طول عم بيراقبنا وقام بيدبره. يلا لشوف، روحوا ونفذولي الخطة. أحم،
قول أخي، أنت من الصبح ما أكلت ولا لقمة. إيه هات لناكل كم لقمة، صدق مالي نفس. والله وضعك مو عاجبني بالمرة، مو مصدق إنه الحب يساوي فيك هيك. يا ترى رح يجي يوم تقدر تتجاوز فيه الحالة؟ ما بعرف، أنا مو حابب أنساها. أنا لهلأ بحبها لأرمين، كانت مثل الملاك، الله يرحمه ويجعل مسواها الجنة. آمين. أنا غلطت شي مع صالحة اليوم؟ والله ما بعرف شو بدي قلك، بس لما رحت البنت موتت حالها من البكاء. أنت بتعرفني أنا ما بحب أكذب، هاي البنت قلبها كتير طيب، بس أنا ما فيني يكون حبيبها. أصلاً ما بعرف إذا رح أقدر أحب، على الأغلب لا. شو هالحكي؟ ما بيصير؟ استغفر الله. يلا كول، الظاهر إنك حابب تموت حالك وراها. الله أعلم، أصلاً حياتنا وموتنا يا أخي مو بإيدنا أبداً، بإيد رب العالمين، فاطمن. كيف وضعه يام هلأ؟ أكيد عم تعمل مشاكل. الله يستر، أصلاً وجود هيام هو بحد ذاته مشكلة. صار لكم يوم ما بينت، بس هدوءها هاد مو لخير أبداً، عم تضل حابسة حالها بجناحها. الله وحده بيعرف شو عم يدور براسها، كل شي رح يبين. نحن ما لازم نستنى المصيبة لتوقع، ضروري شوفها ووقفها عند حدها. أنا رح روح لعندها وحاكيها. لا تاكلي هم بنوب، اليوم كنت ناوية روح زورها لأني مشتاقة كتير للولاد. أنا كتير مبسوطة، صار لي وقت كتير ما شفتك مولاي. قليلي، قدرتي تتعودي على القصر؟ مع أنه في كل شي جديد، بس أنا مولاي تألمت كتير شغلات وبسرعة. يعني تعودتي، لأنه بيهمني تكوني مرتاحة ومبسوطة. حراس ضلوا هون. سلطانة؟ شو؟ وقام عمل يلي طلبته منه؟ وقام كان مشغول سلطانة، بعتني بداله. لا تاكلي هم، أنا تصرفت، بس أنا مو متأكدة إذا رح تموت. إن شاء الله بتزبط ومنخلص منه. سلطانة؟ هيام؟ لشو حابسة حالك بجناحك؟ هون أريح لي، كتير عم انزعج من يلي عم شوفه برا. كل هالشي لأنه إيزابيل إجت على القصر؟ يا حراس، الأميرة وقعت على الحصان، جيبوا الحكيمة. أنا صرت أعرفك كتير منيح هيام، وبعرف كمان شو ناوية تساوي. لازم تهدي شوي، وإلا بالأخير أنت رح تخسري. أنا حكيت مع إبراهيم بالموضوع، قال لي هي هون لشأن من شؤون الدولة، يعني بالآخر رح تروح. شأن دولة؟ وشو دخل الدولة بالحرم لك؟ أو حتى العيلة؟ هي كانت معه بالخلوة، شلون بدك يعني استوعب يا سلطانة إنه هذا شأن من شؤون الدولة؟ حتى لو كان هيك، مولاي هو أخذ القرار بنفسه، وإنتي مجبورة تحترمي قرار السلطان لو شو ما صار، وإلا ما بتعرفي شو حيكون مصيرك. هيام، ما شفتي شو صار مع ناهي الدوران؟
أنا كتير بتشكرك على اهتمامك، بس لا تخافي علي، أنا بعرف منيح كيف رح أتصرف. إن شاء الله إن شاء الله يكون هيك. كل عقلة جاية تنصحني؟ أصلاً هي طول عمرها اللعبة بإيديهم مغفلة. يا سنبل خير شوفي، الأميرة وقعت من على ظهر الحصان، ابعتوا ورا الحكيمة بسرعة. تكون ويام خير مصابتها بالعين. سكتي انتي وياها، جنان روحي جيبي الحكيمة لهون بسرعة. شعتتني يا ماما، حلو ما هيك؟ حلو كتير. سلطانة، البشارة، أسماء، دخلي مريم لجوع. شو ماتت؟ لسه، بس وضعي يا سلطانة ما بيطمن، شكلها أكلة وقعة كتير قوية، فوتوه على القصر محمولة. إن شاء الله ما بتقوم. برنسيسا كومو أكايدو دي لك بايو أسي كارمينيا نوسي كي أبيسادو مي إسبال دامي دويلي ميوتشو. سلامتك يا أميرة، موجوعة كتير مو هي؟ هالحكي هلأ ما له داعي أبداً. إيه شو حكيت عمو هسيا؟ ست فريال، إبراهيم باشا بده إياكي هلأ. بده ياني؟ ليش لساتك واقفة؟ يلا تحركي. حضرة الباشا، انت مو على اساس تحمي الاميره يا ست فريال؟ انا ما لي ذنب بنوبي يا باشا، هي لحالها وقعت. الاميره طول عمرها بتركب على حصان ومستحيل توقع، بس بجوز في حدا بده اياها توقع عن الحصان وتموت. اذا بتقصد السلطانه هيام، انا ما لي خبر بنوب، ولو هي ساوتك انت عرفت. بما انه يام حمتك وخلتك هون، انت هلأ مديوني لإلها، شو بدك تعملي حتى تردي هالمعروف؟ هي طلبت مني انه ساعدها مشان نتخلص من الأميرة، بس مستحيل اعمل هالشي لأنه أنا ما فيني خونك ولا خون السلطان لو شو ما صار. لا فيكي تخونينا يا ست فريال، بدك تساعديها باشا. إذا الأميرة سممت وماتت هيك فجأة، وقت مين رح يتهمه؟ مين عدوتها الوحيدة بالقصر؟ السلطانة هيام، مو ظابطة هالفكرة، مستحيل تعملها. هي ما رح تسممها لأنه بتعرف إنه رح يتهموها، والسلطانة هيام أذكى من هيك بكتير. هيك رأيك؟ أنا برأيي كل شي فيه له حل ست فريال،
بدي اقول لك شغله، الذكي دائما في اذكى منه. خبروني إنك وقعتي يا إيزابيل. يا حرام، موجوعة؟ سلامتك. طلعي من هون كارمينيا. عاد ولا شي، بكره رح تشوفي العذاب عأصوله. صدقيني والله لا تشتهي الموت يا أميرة. سلطانة، قالوا لي إنه وقعت، قلت بزورة، اهتموا فيها للطيب بسرعة. يا أميرة، مولاتي السلطانة زعلت كتير وبتقلك سلامتك، وخلي هي معك على طول لأنها بتحميكي من عيون الناس والحساد. سلطانة، كنت عم دور عليكي. ليش شو صار؟ الأميرة وقعت اليوم. قالوا لي يا حرام، مو قدرانة تقوم. إبراهيم باشا شاكك إنه أنت ورا هالشغلة هي، ما ترك حدا ما حقق معه حتى معي، بس أنا قلت له مو أنت. مو مهم يصدق، أصلاً ما عنده دليل ضدي. الوقعة على حصان ما بتموت. إذا لساتك مصرة تقتليها، شوف لك طريقة تانية. معناته قررتي تساعديني. إيه تعي معي. نيلوفر، قومي وخدي الأولاد لجوا. شو هي الطريقة التانية؟ أنا شلون فيني أتخلص منها؟ إنه نموتها وبالسر. بعرف بالسم، بس بهالوقت مو صح، بعد ما جابوها على الحرم لك رح يتهموني لإلي. سلطانة، مو بالسم، بشي تاني. رح تموت من الوباء اللي منتشر. من الوباء؟ كيف؟ منجيب قطعة قماش عليها دم مريض من اللي عايشين بالحجر الصحي، وبعدين منروح منحطها على جرح الأميرة، وبعد أقل من أسبوع أكيد رح تموت. كتير منيح. ولا قلك، بجوز إيزابيل تعدي السلطان سليمان بالمرض. تعرفي هي عم تروح لعنده. طمني سلطانة، رح نجيب الحكيمة تفحصها، وبعد ما تقلن هي شو مرضها أكيد
أكيد رح يحطوه بالحجر الصحي. شو حبيتها لهالفكرة؟ هيك ما حدا بيشك فيني أبداً. ناس كتير عم تموت بهالمرض ويمكن تكون منهم. حلو كتير. برافو يا فريال. أنا وأنتي هلأ كتير منشبه بعض. أنتي مثلي يا ألفة دفنتي ابنك بإيدك. ما بعرف إذا بيجي يوم وبصير أم. لا تقولي هيك يا سلطانة، لساتك بأول شبابك، بعدين إبراهيم باشا كتير بيحبك، والشغلة ما بدها تفكير. حاولي تحملي، وبعد ما تشوفي مولودك بحضنك وقتها رح تنسي كل هالمشاكل. ما أنا عم فكر بهات الموضوع. بس ما بعرف شو الحل. عم فكر جيب هداك الزلمة لهون. عرفتي مين؟ مين هاد؟ المنجم يعقوب أفندي. سلطانة أنتي صراحة أنا بحاجة شخص يطمني إنه كل شي رح يكون منيح. والله أنا خايفة من المستقبل. صدقيني الأمور رح تكون بخير. سلطانة أوعك تجيبي يعقوب أفندي لهون. أهلين يا باشا. شلون خطتنا ماشية؟ كله ماشي تمام. هي صدقتني ورح تساوي مثل ما قلت لها. ممتاز. من بكرة أنا بجيب لك قنينة سم خبيها بمكان ما حدا يوصل له، وبعدها أنت بتعرفي شو بدك تساوي، وإذا بتغلطي أي غلطة حتكوني حفرتي قبرك بإيدك. فهمتي علي؟ فيك توثق فيني يا باشا ورح تتنفذ كل أوامرك. هاي منيح منيح. مينوس مالكي لاكوسا تيرمينوس أسي ديوس كيكويدو. جلالة السلطان سليمان المعظم. لا تقومي، خليكي مرتاحة. حكيت مع الحكيمة وطمنتني على وضعك. إن شاء الله بوقت قريب رح تطيبي وترجع منيحة. أهان أنتو بتقولوا عينو صابتني. صابوكي بالعين؟ هاي قاطتني إياها السلطانة الأم، قال مشان تحميني من العين الحسودة. بيقولوا هيك شغلات بتحمي من العين، بس أنت كمان لازم تديري بالك. السلطانة هيام ما حابه تشوفني، اجت لعندي وهددتني كمان، وقالت لازم روح، وكمان من قتل ولاد يحكوا معي. معقول هيك؟ أنا خايفة تساوي لي شي. لا تشغلي بالك فيها هويام، هيك عم تساوي من غيرتها منك.
دستور مولاي جلالة السلطان سليمان المعظم. مولاي طمنيني، كيفن الأولاد؟ مناح. وضعك مو عاجبني يا هيام، وهالحالة ما بتليق بالمرة بالسلطانة هيام. مانك ملاحظة انك عم تكبري موضوع إيزابيل؟ ليش رحتي لعندها؟ بعدين معقول تمنعي الولاد انهم يحكوا معها؟ يعني خلص انت اعلنتي عليها الحرب. ما بدي تقرب هي المرة من اولادي ولا حتى تحكي معهم، لانه هي المرة من اليوم صارت عدوتي. معناتها لازم ناهد دوران كمان تعاملك بهي الطريقة. ما بيصير هيك، لا تجني، حتكون آخر مرة بنبهك فيها. على فرشتها ونزلوا البرادي. لك ابني شو انت نايم على الواقف؟ شو عم يصير هون؟ لسه ما نمتوا؟ يلا تعرفي يا ست فريال، انت صبية بتاخدي العقل. شو هالكلام هاد يا وئام؟ السلطان هيام حكت لي عن الموضوع. بتعرفي قديش هالمهمة حتكون خطيرة؟ إذا بدك أنا بزبطها. مستحيل، أصلاً أنا وياك العين علينا، وإذا انكشفنا والله منروح فيها نحن الاثنين. أنا عم أحكي لمصلحتك، خليك بعيد عن الموضوع، تركها علي. كملي سلطانة كملي. القوس اسحبيه هيك ورجعي. حلو كتير. ايه على مهلك، تمام هيك. أيوة. حلو كتير. مثلاً إذا لا قدر الله ما مكتوب لي جبلك أولاد، رح تضلك بتحبني؟ شو مناسبة السؤال هاد؟ بدي تجاوبني هلأ لو سمحت. سلطانتي، رح ضل حبك لو شو ما صار يصير. لازم تكوني متأكدة من هالشي.
الظاهر انك كنت كتير بتحبها. اول ما شفتها وقعت بحب لهالبنت، بس مع الاسف الموت سرقها مني. حسيت وقتها قديش الانسان كائن ضعيف وما بيقدر يغير القدر. تخيل يا اخي انك تلتقي ببنت مثل الملاك وتحبها من كل قلبك وفجاه تموت بين ايديك. تزوجتها المساء ودفنتها الصبح. معقول هيك؟ مو حرام هالشي؟ لا تقول هيك بالي، هي إرادة رب العالمين، الله يرحمها ويغفر لها. آمين. يلا قوم، نحن صار لازم نمشي. أنت خبرتها؟ شو بدي أعمل؟ قال هي إنها مصرة تشوفك. ما بتعرف قديش صار لي عم استناك. شو ما اشتقت لي؟ يسعد صباحك يا باشا. أهلين يا نصوح، يلا خلينا نروح. في أخبار من بالي بيك يا باشا؟ لسه ما في شيء. بصراحة اشتقت له يا باشا، أنا وبالي بيك قضينا أيام حلوة مع بعض. هيك لكان. علاقتي مع بالي بيك ما كانت بس علاقة شغل يا باشا. والله كنا مثل الإخوة. وهلأ صفيان لحالي. أنا بنصحك والله أنك تتعود على الوضع يا نصوح، لأنه بالآخر بس تخلص مهمة بالي بيك رح يرجع على بلده. فكرت انك ما رح ترجع مره تانية، بس خلص رجعت لي وهلا انت معي. شوفي انت اجيت مشاني ما هيك؟ انا جاي لهون بمهمه، يعني عندي شغل وبدي روح على بودين وبعدها رح ارجع على العاصمه. كيف؟ معقول تبقى هنيك يعني؟ طيب إذا هيك ليش ما بروح معك؟ ما بقدر أخذك معي. أنا ما بدي إياكي تستنيني. صدقيني هيك بيكون أحسن. فهمني ليش هيك عم تقول؟ ليش عم تبعدني عنك؟ اسمعيني منيح. مظبوط أنا بعرفك من مدة طويلة، بس أنا ما وعدتك بأي شيء أبداً. روحي شوفي حياتك ولاقي شاب منيح وتزوجي. أنتي بنت حلوة وألف شاب بيتمنى يرتبط فيك. ما بدي أكذب عليك. سلطانة، وصلت الأولاد على الدرس. منيح. بدي تروحي تجيبي الخرقة الملوتة بالدم. رح روح فورا. بس انتبهي كتير منيح، وأوعك تلمسي شي بإيدك، مفهوم؟ وحاولي تمسكيها بأي شي، مو رايدة تنعدي. انت كوني مطمنه.
يلا روحي جيبيها. خير يا باشا، كيف اجى على بالك تلعب اليوم هاللعبة؟ حضرة الباشا، جبت لجنابك العصير. انتبه منيح، هالسم كتير قوي. حاولي تنهي الليلة هالموضوع. جهز لي حالك يا نصوح، راح ورجيك اللعب على أصوله. سكروا الباب وتعالوا معي. توجعني كتير، كأنه ما قام تتحسن. اليوم حجرب دواء جديد. الحمد لله على السلامة يا أميرة. مصطفى، سلطانة، أهلا وسهلا. مصطفى، وقت خبروه شو صار معك زعل كتير، مشان هيك حبيجي ويطمن عليكي. لأنه مصطفى ولد كويس. شكراً كتير إلك. هذا واجبنا. بستأذن يا أميرة. أميرة، شلون وقعتي عن الحصان؟ أنا بركب حصان من زمان، وهي أول مرة بوقع. ما بعرف كيف صار، بس ما تكون الشغلة عن قصد. أميرة إيزابيل، مو قصدي إني خوفك، بس لازم تكوني حذرة من هيام ومنتبهة. هاي المرة شو بدها مني؟ كلياتنا عم ينبهوني منها. هاي واحدة كتير خطيرة. ليش الكلب يخاف منها؟ أنت عاملة معك شي؟ يلا شو ما في حملة قريبة يا باشا؟ في شو بالظاهر؟ اشتقت لضرب السيوف؟ اي والله يا باشا. حابب سجل نصر بالتاريخ لجلالة السلطان بسيفي. شو قلت؟ السلطان سليمان المعظم يا باشا. قصدي إنه بسيوفنا رح نسجل بالتاريخ اسمه للسلطان سليمان، مشان التاريخ على طول يتذكر انتصاراته وكل الناس رح يتذكروها. اسمه للسلطان رح يبقى على طول مثل كل العظماء. أكيد.
وانا رح يتذكرني التاريخ ولا لا يا نصوح. رح يتذكرني التاريخ ولا لا يا نصوح. اعيدي يا باشا، انا بدي التاريخ يتذكر بطولاتي، لازم يخلد اسمي. عم تفهم؟ انا ابراهيم باشا. شو إبراهيم؟ مولاي، كنا أنا ونصوح عم نلعب. رح ألعب أنا وياك. جنان خانم، مور، جبت لك الأغراض اللي كنتي موصيتيني عليهم من قبل. بتمنى أنك ما تأخذيني لأني تأخرت عليكي. تفضلي، وبتمنى أنهم يعجبوكي. سنبل آغا أكيد رح يعجبوني كتير. الله، شوفي شغلك، يلا تحركي شوفي شغلك. نيلوفر خانوم، خير؟ شو بكي؟ حموت من البرد، شو صاير لي ما بعرف. يي علي، مبين وضعك مو منيح بنوب. بسيطة، انت لا تشغل بالك، بس دفي حالي رح صير منيحة. ايه يلا روحي. بالإذن. يا ما شاء الله، هالصبية بتمشي كأنها غزال وشارد، الله يحميها. إذا بدك بنوقف. لا لا يا مولاي، أنا منيح منيح. التاريخ ما بيرحم يا إبراهيم، مفروض تتدرب أكثر من هيك. أنا كنت دبرتها يا سلطانة، يا ريتك لو ما بعتي نيلوفر. لا تشغلي بالك، نيلوفر تعرف شغلها. عم قول هيك لأن قريبة من الولاد، ولا سمح الله ممكن ينعدوا. أخذنا احتياطاتنا، كله مرتب. أي شو عملتي؟ اطمني يا سلطانة، دبرت الموضوع. ليش ما بدلتي ثيابك؟ أنا تحممت وغيرتهم كلهم. منيح. طيب وين خبيتيهم؟ خبيتهم بالمغاسل. تمام، وهلأ خلص تركي الباقي علي.
أنا الليلة رح كون سهرانة عند السلطانة الأم، مشان ما يشكوا فيني رح أروح أسهر عندها اليوم. سنبول على طول عم بيراقبنا وقام بيدبره. يلا لشوف، روحوا ونفذولي الخطة. أخي أنت من الصبح ما أكلت ولا لقمة. إيه هات لناكل كم لقمة، صدق مالي نفس. والله وضعك مو عاجبني بالمرة، مو مصدق إنه الحب يساوي فيك هيك. يا ترى رح يجي يوم تقدر تتجاوز فيه الحالة؟ ما بعرف، أنا مو حابب أنساها. أنا لهلأ بحبها لأرمين، كانت مثل الملاك، الله يرحمه ويجعل مثواها الجنة. آمين. أنا غلطت شي مع صالحة اليوم؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك، بس لما رحت البنت موتت حالة من البكاء. أنت بتعرفني أنا ما بحب أكذب، هاي البنت قلبها كتير طيب، بس أنا ما فيني يكون حبيبة. أصلاً ما بعرف إذا رح أقدر أحب، على الأغلب لا. شو هالحكي؟ ما بيصير؟ استغفر الله. يلا كول، الظاهر انك حابب تموت حالك وراها. الله اعلم، اصلا حياتنا وموتنا يا اخي. سمبل بامانتك يا جينان خانم، انت فهمتي شو بدك تسوي الليله؟ طبعا يا ويام. شو صار؟ دبرتها؟ ايه دبرتها. يلا امشي خلينا نبلش. وقف، لوين رايح؟ ما رح اتركك لوحدك، بدينا سوا ورح نكمل سوا. انت وقف راقب وبس، هاد بكفي. فريال وقام، مثل ما عم قلك هيك احسن، ما رح يصير لي شي، فهمت؟ مثل ما بدك. مينو غاد؟ هي أنا. خير إن شاء الله يا جنان خانم؟ أنا جيت مشان أتشكرك على الشغلة اللي سويتها معي، وبعد ما فكرت مرة تانية
قلت لأجي ساوي لك مساج. ايه بتستاهل والله، انت اكتر واحد بيتعب هون، يعني لولاك مين بيقدر يمشي الشغل هون بالحرم ليك؟ الله يكون بعونك يا سنبول، ويا ريت حدا يقدر. كلامك صحيح، فعلا ما حدا مقدر. ايه والله صح. شكري آغا، بدي أسألك، حضرت الأكل للأميرة؟ أنا بعثت لك خبر. طبعاً الأكل جاهز، ليك صينية الأكل قدامك يا ست فريال، خديها. بعدين ليش أنا فيني أرفض لك طلب يا ست الكل؟ أنتي بس اطلبي وشوفي كيف رح أقدم لك أحسن أكل، تفضلي. شكراً. مجنونة؟ أي. أي. لك انت شو عملتي؟ خلص بكفي بكفي، لازم نروح شوف طلبات لا. الأميرة. لوين يا سنبول؟ لسه هلأ بلشنا، شو رأيك تتمدد شوي؟ ايه بس شوي شوي، لا تشد كتير. ها مثل ما بدك. يلا. يسلموا هالإيدين يا جنان خانوم، عن جد يسلموا إيديكي، ريحتيني. أنا جبت لها أكل للأميرة. شكراً سيد فريال. كيف صارت هلأ؟ أحسن. والوجع خف من شوي، نامت. خليتهم يساووا لها شوربة ورح تفيدها كتير وتخلي جسمها يقوى. كلي أنتي منها وشوفي قديش طيبة. خليها تاكل منيح مشان تتعافى. فريال شكرا كثير لك، انت كثير منيحه. أنا حكيت معه يام، بس يمكن كلامي معه ما رح يجيب نتيجة. سلطانة، أنا ما بدي إياكم تتخانقوا، مشان هيك بتمنى أنه ما تقربي منا. هو يام خانم، نحن ما لنا مضطرين نحمل همه، تركيها. أصلاً هي ما رح تسمعك، رح تساوي يلي بدها إياه. الحق معك، ما دخلنا أصلاً. هيام هي آخر حدا المفروض إزعل مشانه. لهلأ ما عم بقدر أنسى كيف حاولت تلعب فيني وتقنعني إنه أنت إلك علاقة مع إيزابيل، وصدقت وفكرتك وقتها إنه أنت عم تخونني، مع إنه ما لازم صدقها بعد كل شي ساوته فيني. مستحيل انت تخونني. سلطانة خلاص انسي، لا تدعيي. احنا اذا تركنا هيام لحالة صدقيني رح تحرق حالة بالشي اللي عم بتساوي.
مولاتي السلطانة. شو صار؟ زبطت معكم؟ خلصتوا شغلكم؟ شو بدي أقول لأقولي يا سلطانة؟ اختلف الوضع بالمرة، الشخص يلي وثقنا فيه لعب فينا. أنت شو قصدك؟ أنا ما كتير اطمنت لما أصرت فريال تساوي كل شي لحالة. قمت راقبتها من بعيد لبعيد وشفتها وهي عم تحرق هديك الخرقة، واستغربت كتير بعدها شفتها بعيوني عم تحط شي بالصحون كأنها عم تحط سم. يعني بدها تورطني؟ سلطانة، شو هاد اللي عملتي؟ مين اللي قلك تحطي السم بالأكل؟ ما هيك كان اتفاقنا؟ سلطانة، خفت إنه ما تنصاب بالوباء، عملت هيك بس مشان تخلصي منه بسرعة. بدك تضحكي علي بهالحكي؟ انت يا فريال من الاول ما نك صادقه معي. ابراهيم هيك قال لك تساوي؟ سلطانه، انا ما حدا قال لي ساوي شيء. صدقيني سويت هيك مشان مصلحتك. كذابه. اذا انكشفنا رح تتحاسبي قبلي. وهلا شوفي شو بدك تساوي. انت المسؤوله. لا تخلي اي اثر قد ما كان صغير. وإذا اتهموني رح أنكر. ووئام شاهد رح يقلن أنت اللي سممتيهم. أنا شو صاير معي اليوم؟ أنت شو عملتي فيني يا جنان خانوم؟ يا الله، أنا شو اللي صاير لي بس؟ جسمي كله مكسر. يلا تحركي قومي لشوف. ما سمعتي السلطانة شو قالت؟ انت خليك بعيد يا وئام، روح خلص حالك. الظاهر انا انتهيت بلا ما اضيع معي. كنت مفكرك انك وحدة ذكية. معقولة انت تساوي هيك؟ رح بتخليهم يقتلوكي بهالسهولة؟ لك في حدا عاقل بيعلق مع ابراهيم باشا؟ الباشا؟ ولا بيعلق حاله بمشكلة مع أم ولاده لمولاي السلطان؟ علقتي حالك بشباكن. هنن رح يكونوا بخير بس رح تروح عليكي. الباشا مستحيل يتركني. انت شو اللي عم تقولي؟ نسيتي شلون كان بده يخلص منك؟ معقول تكوني نسيتي لوين كانوا بدهن يبعتوكي؟ وتذكري إنه السلطانة هيام هي أنقذتك. هو ما رح يحميكي. لا تكذبي على حالك. بجوز يكون إبراهيم باشا حابب تتورطي بهالقصة.
شايفك سكتي يا فريال، ابصر شو اللي صاير بيناتكم عنده بالقصر. ها؟ سلطانة، وئام كان عم بدور عليكي، قال في شي مو صح. فريال لعبت لعبة وسخة، سممت الأميرة وخدامتها، بدها تورطني. روحي لهونيك وشوفي شو لازم تساوي بسرعة قبل ما يفيق أي حدا. والله إذا حدا عرف إنه الأميرة صار فيها هيك، أنا رح كون المتهمة الوحيدة بهالقصة. انتي منيحة؟ انتي كنتي بدك تموتيني يعني؟ اهدي شوي يا أميرة، بدي ساعدك يا أميرة، بس بدي اياكي تهدي. بعدي بسم الله. وئام، خد على المغسل فورا، اوعك تخلي حدا يشوفك. سنبول آغا، سنبول، سنبولة، أنت لوين رايح؟ بدي اطمن على الأميرة. بس أنت شو عم تعملي هون بهالوقت هاد؟ كنت جوعانة كتير سنبولة، اجيت على المطبخ لقيته مسكر وما بقدر نام بلا أكل. يا روح قلبي، معقولة أنت جوعانة؟ ما فيني نام هيك،
بلكي بلاقي عندك شي شغلة زايدة فيني آكلها. معقولة خليكي تنامي بدون أكل؟ استنيني هون لحتى أطمن على الأميرة. مو معقول تخليني استنى بهالليل، أصلاً بصعوبة لحتى طلعت. هلأ السلطانة هيام بتفيق وما بتلاقيني. طيب إذا كان هيك تعي معي على المطبخ، بتذكر لسه بقيان شوربة ورز. إن شاء الله تكوني نظفتي الغرفة. نظفتها بسرعة لأني خايفة، عم فكر نظفها مرة تانية لأنه ما بتعرف شو بيصير. ماشي طيب روحي هلا. 6 ريال. كوني مطمنة، أنا رح ضل جنبك دائما. والله ما بعرف شو حيصير فينا، بس إن شاء الله ما نروح فيها أنا وأنت. إن شاء الله خير. حدا بيطلع بهالليل بس لأنه جوعان؟ وجبة العشاء راحت علي من كتر الشغل. هيك ما بيصير أبداً، أنت لازم تنتبهي لصحتك أكتر لأنه بهالفترة المرض منتشر بكل مكان. شكراً كتير يا سنبور، على فكرة أنت كتير حنون. إن شاء الله مطرح ما بيسري بيمري يا روحي. سنبول يا الله صدر أمريني، شو عم تعملوا هون انتو الاثنين؟ الأمير سليم كتير جوعان واجيت لأخذ له حليب، ويكتر خير سنبول آغا فتح لي المطبخ. مزبوط، عندي حليب سخن هلأ بعطيكي. ليش ما كان فيكي تاخدي حليب بالنهار؟ ما انتبهت انه خلاص حط لك حسن معه. يلا روحي بسرعة لا تتأخري على ابن السلطان. ست درة شو رأيك تدوقي لك قطعة راحة؟ كثير طيبين، خدي لك واحدة. اسمع سنبول، انتبه على حركاتك، تاني مرة ما رح اسكت عن هيك موضوع، هي حذرتك. ليش أنا شو؟ خلص بقى، طلع طلع على غرفتك فورا ولا تفتل بنص الليل. كل أنت. فريال طمنيني، شو صار معكم؟ شو ساويتوا فيها؟ سلطانة، أنا ووئام ما قدرنا ناخدها بهالليل غير على المغسل. شلون بتاخدوها لهونيك؟ هونيك رح يلاقوهم بسهولة. طالعوهم من الحرم لك ورموهم بالبحر، حطوهم بكياس ورموهم للسمك. ما فينا نساوي هيك يا سلطانة،
والله الحراس بيكمشونا وبيقتلونا قبل ما نوصل على باب القصر. هالشغلة كتير خطيرة، بعدين ما بتعرفي وقتها شو ممكن يساووا فينا. ايه شو رح نعمل؟ سلطانة مضطرين نستنى شوي. في شغلة مهمة صارت معنا ولازم تعرفي فيها. لا تقولي لي إنه حدا شافكم. الأميرة مو ميتة.